هل ممكن أن يحاكي نادي كويتي الإنجاز الذي حققه ليستر سيتي الإنجليزي؟ سؤال وجهته القبس الإلكتروني للشباب الرياضي، لا سيما وأن هناك الكثير من الأندية المحلية التي تعاني من جفاف حاد بالبطولات. نعم ممكن يحقق، وأنا عندي بعد شاهد على هالموضوع. يمكن في التسعينات أحد الأندية، قبل التسعينات نادي فيحيل حقق عندنا، ونادي الجهرة حقق الدوري في التسعين. يعني هذا خير دليل أنه كانت، وكان ذاك الوقت يعني صراحة الإدارة كانت ناجحة، وما زالت. أنا ما أقول أنا ما وطعني، لكن هي الظروف ساعدت الإدارة. مستحيل. أولا نادي عنده على قولتهم لاعبين صاعدين ومحتفظ فيهم، وعنده مدرب زين، وعنده دوري في حكام ممتازين، وفي على قولتهم مصداقية. لكن عندك الدوري الكويتي، والله إذا كان في شغل إداري مضبوط مثل ما صار عندنا بالمبارزة، احنا فريق مغمور على قولتهم، وحققنا كاس تفوق العام، كنا فريق صغير ونافسنا بشغل إداري وتجميع لاعبين واهتمام باللاعبين، يقدر النادي الصغير يحقق هذا. أهم شيء الروح، إذا كانت الروح موجودة يقدر الفريق يحقق. الروح إمكانيات. طبعا أكيد ممكن نادي كويتي يحقق بطولة، سواء بأي لعبة كانت بالكويت، جماعية ولا فردية، إذا كان في جميع الإمكانيات متوافقة عنده، وإذا كان في قاعدة صحيحة والفلوس تنصرف بمكان صحيح، أكيد أي نادي كويتي أو أي لعبة يقدر يحقق بطولة. والله ممكن يسوونه، بس خلي يطبقون القوانين إن شاء الله الأمور طيبة، ونوادي هني في مادية، بس وين اللي يطبق؟ خلي يطبقون وإن شاء الله يسوون أكثر من اللي سواه ليستر سيتي.